وانا بتكلم في الحته دي كانت الاستاذه امينه اباظه، وهي لها ما لها بقى من حقوق الحيوان والمحافظه على حقوق الحيوان والسعي في المساله دي، كانت الحقيقه كانت قالت لي من كام يوم كده او بعتت لي من كام يوم كده انه في مشكله خاصه بجمال في، انا مش عايز اعرض لحضراتكم الصور لان الحقيقه صور مؤلمه، انه بيتعاملوا مع الجمال في برقاش زي ما هي بتقول لي كده، وبيتجمعوا الاهالي او بعض الناس انا اسف يعني بيخزوقوا عين الجمل بالبلد يعني، بيضربوا الجمل على عينه مره واتنين. طب فالناس بيسالوها طب والناس دي بتعمل ليه كده، فقالت ان الحقيقه الامر تعدى ده واحنا اشتكينا مره واتنين وتلاته واربعه، اسمه انقذوا جمال برقاش. انا بقى طالب البرقاش دي تبع الجيزه بيتهيألي، صح يا شباب؟ تبع الجيزه يعني. فانا بقى طالب مديريه الطب البيطري في الجيزه ارجوكم لو هذه الصور صحيحه افيدوني او افيدونا، افيدونا هذه الصور صحيحه ولا لا؟ هل في فعلا تعامل غير ادمي؟ غير هو زملاء بيقولوا لي بتحصل كل سنه، احنا وليه تحصل كل سنه؟ وليه يعملوها؟ يا سامي ليه يعني كمان يعني زميلي سامي زميلي بيقول لي ده اولاد الجزار او اولاد التاجر بيجيبوا على صفحاتهم بيحطوا ازاي هذا التعامل غير الادمي؟ تاني وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم زينا والله. فارجو ان احنا ناخد بالنا من المساله دي، وانا بكره هكلم مديريه الطب البيطري في الجيزه اشوف هذا الامر ليه، اكلم برضو استاذه امينه اباظه اشوف هذا الامر ليه نتعامل مع الجمل بالطريقه دي ليه، او ليه نتعامل مع الحيوان بالطريقه دي وهو لا حول له ولا قوه وانت جبروتك ليه؟ فاتمنى ان هذا الامر يعني الحقيقه نحسمه، لا تعذيب لحيوان، لا تعذيب لحيوان. الحكومه بتتعامل تعامل بشويه شويه مع هذا الامر، لا واحد شاري جنب ده، انا بشوف حاجات في الشارع شايب الواحد يعني، وانا بكلم حضراتكم دلوقتي وانا في الاطار ده هتشوفوا تقرير جاي دلوقتي عن مستشفى بروك الخيري. ايه المستشفى بروك الخيري دي؟ كان ليدي اسمها ديروث بروك، هذه السيده كانت زوج الجنرال اسمه بروك، كان في الجيش البريطاني زمان. قالت لك سنه 1934 انا بيصعب عليا بعض الحاجات كده اللي بتتعمل في الحصنه، ما تيجوا نعمل جمعيه انا بكلمكم سنه 1934. قالت لهم انا مش عجباني دي، احنا نعمل مستشفى مجاني خيري لعلاج الحصنه التعبانه، يعني حضرتك عندك حصان تعبان تروح تسلمه لمستشفى بروك ده تقول لهم انا عايز الحصان ده. خليني نشوف زميلتنا ساره شلبي راحت تعمل تقرير في هذا الإطار، أرجوكم شوفوا معنى الرحمة في مثل هذه الأمور، شوفوا معنى الآدمية، شوفوا معنى الإنسانية في مثل هذه الأمور، أرجوكم شوفوا التقرير ونرجع لحضرتك. رعاية الحيوان واحدة من أهم المشاعر الإنسانية النبيلة، وده بيتم هنا في مستشفى بروك الخيري بمنطقة السيدة زينب اللي تم إنشائها من أكثر من 87 سنة، وهنا تم علاج وشفاء آلاف الخيول مجانا وبلا مقابل لحماية الأحصنة وإعادتهم للحياة.
دوروثي بروك هي سيدة إنجليزية كانت تزوجت من جنرال اللي هو جافري بروك، ده جنرال في الجيش الإنجليزي، وكان جه هنا بعد الحرب العالمية بحوالي 12 سنة، كان مشارك في الحرب العالمية وجه هنا في مصر 1931 وهي كانت وياه. فأول ما نزلت نزلت في بورسعيد، الحقيقة ما نزلتش في القاهرة، كانت في محطة القطار، فشافت خيول الحرب اللي موجودة بعد الحرب العالمية. تخلف خيول كتير اللي كانت مشاركة في الحرب، وخيول كلها أوروبية من ويلز من إنجلترا ومن أمريكا ومن أستراليا، لأن الخيول دي قادرة على أنها تشد المدافع وتشد آلات الجر اللي هي تقيلة، يعني خيول الحمولة. فالخيول دي كانت موجودة في مصر في الوقت ده، وكانت حالتها متردية جدا، سواء إصابات في العيون، إصابات في الجسد، حالة هزال شديد. فهي لما شافت الحيوانات وهي موجودة في الوقت ده تأثرت جدا، وابتدت تعمل زي حملات دعم لإزاي نقدر نعالج خيول الحرب اللي موجودة هنا في إنجلترا، طبعا مش هنا، وإن هي حاولت كتير إن هي ترجعهم تاني إنجلترا. فهي ابتدت تراسل الصحف الإنجليزية، وكتبت أول خطاب يعتبر خطاب للرفق بالحيوان لصحيفة إنجليزية. وبعدها ابتدت تتوالى عليها الأفكار إنها تعمل تبرعات، وجمعت فعلا تبرعات، وقدرت في خلال وقت وجيز إنها تعالج 5000 خيل من الخيل للحرب اللي موجودة هنا، وترجعهم إنجلترا تاني. دوروثي بروك قدرت فعلا تعمل تجمع تبرعات حوالي 20,000 جنيه استرليني، وكانت دي النواة لإنشاء مستشفى تذكاري لخيول الحرب في مصر. وطبعا وجودها هنا في منطقة تعتبر منطقة شعبية، كان الوقت ده في 1934 كان منطقة عبارة عن مناطق شعبية جدا، الناس فقيرة اللي عايشة اللي معاهم الكر والعربيات الكر والحنطور والحصنة وكده. فالناس ابتدت تعرف ان في سيدة انجليزية بتعالج الحيوانات الخيل والحمار والحاجات دي، وانتشر الموضوع، فابتدوا يقولوا احنا رايحين للانجليزية، اللي عنده حصان تعبان او كده انا رايح للانجليزية. حتى ولغاية النهاردة في ناس كتير من اصحاب الحيوانات ما يعرفوش اسم المستشفى، مستشفى بروك، يعرفوا الانجليزية. فبييجوا يعالجوا بقى الحصان الحمار، وهي كانت بتعمل حاجه لطيفه قوي الحقيقه، كانت بتعمل توعيه كمان مع العلاج، يعني كانت بتعرف صاحب الحصان المفروض تعامله ازاي، تحبه ازاي كده، غير العلاج، وكله كان بيتقدم بالمجاني، كل الخدمات اللي بتتقدم. 88 سنه من انشاء الجمعيه وهي فور فري. وطبعا احنا بعد ما المستشفى هنا انشات ابتدى يبقى في توسعات، من 1961 ابتدينا اول، زي ما انت قلتي لي اول ما اتكلمنا، اول مستشفى ابتدى امتداد نشاط كانت في اسكندريه، هتعمل عياده في منطقه الجمرك، وبعد كده ابتدى يبقى في عياده ثانيه في اسوان، وعملنا في ادفو، وابتدى بقى الامتداد يكمل على الاقصر، يعني الاقصر افتكر الاقصر قبل اسوان كمان، وبعدين في المنصوره وفي مرسى مطروح. في مستشفيات انشاناها بالفعل، وفي عيادات عباره عن مكتب، وبقيه الشغل كله على العيادات المتنقله. احنا عندنا 28 عياده متنقله، عربيات نص نقل مجهزه انها تنزل توصل للحيوانات في اماكنها. الهدف الرئيسي للمستشفى أو جمعية مستشفى بروك هو تخفيف الألم والمعاناة عن حيوانات الفصيلة الخيرية العاملة، لأن الحيوان اللي بيتمتع برعاية جيدة ده بيكون حيوان منتج وبيفيد صاحبه، وده ليه مردود اقتصادي جيد لصاحب الحيوان وأسرته، وده بيكون مدخل رئيسي للجمعية والعاملين بها لإقناع أصحاب الحيوانات بالعناية بحيواناتهم. الجمعية بتشتغل من عام 1934 في جمهورية مصر العربية، عندنا 7 أفرع، الفرع الرئيسي في القاهرة، عندنا أفرع في أسوان والأقصر وإدفو وإسكندرية ومرسى مطروح والمنصورة، بالإضافة للستاتيك كلينكس الموجودة عندنا زي عيادة القاهرة، عندنا 28 موبايل كلينيك تيمز، عيادات متنقلة مجهزة بالعدد والأدوية البيطرية اللازمة، بتوصل لحوالي 174 قرية ونجع عبر جمهورية مصر العربية بالمحافظات المختلفة. بالإضافة لكده الجمعية بتعمل مسابقات لاختيار أفضل صاحب حصان أو أفضل صاحب حمار. أكيد في تعاون وثيق بيننا وبين جميع الجهات الحكومية والغير حكومية، وده أحد أهداف المؤسسة، لأن جمعية مستشفى بروك لوحدها لن تستطيع بأي حال من الأحوال أن ترتقي بمستوى الرفق بالحيوان في جميع المحافظات.
هنا المستشفى بتعالج الخيول العامله خيول الجر اللي هم اصحابها ما بقوش قادرين ان هم يدفعوا فلوس ان هم يعالجوها او كده، وهنا المستشفى بتعالج فور فري حتى لو محتاجه علاج بعد كده بتحجز عندنا لحد ما تكتمل الشفاء بتاعتها، وبعد كده بيجي صاحبها متصل عليه بيجي ياخدها، ولو حاجه محتاجه مثلا ان هو يجيبها دوريا يجي كل يوم بنتابع معاه وبنتواصل معاه، بنسجل ارقام تليفوناتهم بحيث ان احنا نتواصل معاهم ونعمل فولو اب معاهم يعني وكده. اكتر اصابات اللي بتجينا طبعا مشاكل الجروح ومشاكل تانيه، مشاكل التغذيه طبعا، فاحنا بنحاول برضه نوعيهم للموضوع ده ان هو الاكل بتاع الحصان مثلا اللي هو الرده والتبن والشعير والبرسيم والفول والذر، الحاجات دي بنحاول نوعيهم ازاي ان هو ياكل ازاي وياكل كميات قد ايه بالظبط بحيث ما يحصلش مشكله تغذيه او يحصل له مشاكل بسبب سوء تغذيه. هنا حضرتك اسمها ورشه البيطار. البيطار دوت يعتبر اهم جزء في المستشفى. الدكتور لما يبعت الحاله من العياده على هنا بتحول علينا هنا، طبعا بنشيل الحاجات اللي فيها القديم ونرميه، وتاخد رقم على رجليها عشان يبقى صاحب الحيوان عارف الرقم بتاع الحصان بتاعه ايه، تمام؟ بدوري انا هنا بكشف على الحافر اشوف مشاكله ايه. هي اصعب حاجه هنا بتيجي تقابلني في الحوافر في حاجه اسمها خراج حافر، طبعا بتقلم البهيم وهو ماشي، فبحاول ان انا بقدر الامكان ومهنتي ان انا ارفع عنه المعاناه دي. انا بعلمه ان هو يتعامل مع الحيوان زي هو بالظبط. يعني مثلا نفترض ان الشوز مثلا فيه مسمار، انت لو سبت المسمار ده في الشوز هيعمل جرح. طيب لو رحت عالجت الجرح وسبت المسمار ده الجرح مش هيخف. فانا بعرفه ان لازم تبص على السبب، تركز على السبب. الطقم ده عمل جرح يبقى لازم نعيد ونبص على الطقم، في اكيد مشكله هي اللي عملت الجرح ده. انا من ضمني برضك شغلي اللي انا بعمل حاجه دي رقبيه تحت الرقبيه. الرقبيه ديت وظيفتها ان هي تبقى رفع الرقبيه اللي عملت جرح، لان هو كده مش امكانياته ان هو البهيم يتحجز، فهو عاوز يعالج الحصان او الحمار وفي نفس الوقت ان هو ايه الجرح يخف. فانا بعمل الرقبيه دي تحت الرقبيه بحيث ان هو ما تجيش على الجرح، ولو خد علاج ولا اي حاجه مع الهواء الجرح ده بينشف. بعد الصبح كده الناس ما بتنظف بنيجي الساعه 9 بنوزع العليقه ونوزع الشعير، والساعه 12 طبعا بنحط عليقه خضراء برسيم، لو ما فيش برسيم بنعوض بعليقة مرة تانية، والساعة 3 الظهر بنحط عليقة تاني بعد الظهر. هو أصعب حالات هنا بنشوفها اللي هو الممغص اللي بيجي ممغص ده، والحمد لله لما بيشفى بنبقى طبعا مبسوطين، لأن هو الممغص ده بتبقى حالته صعبة جدا. الحيوان لما بيلاقي راحة مع البني آدم إن احنا بنخش عليه بنطبطب عليه وبيلاقي حنية هو بيقف، لأن هو بيجي من بره صاحبه طبعا قاسي عليه، فلما بيجي هنا بيلاقي المعاملة اتغيرت فهو بالتالي بيتعود عليه.